مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا وسهلا. السلام عليكم. حياك الله، من معانا؟ أهلا وسهلا، معك أزهر بن صالح البوسعيدي، خريج هندسة كيميائية وأحد المتقدمين في برنامج أوكيو لوظائف الخريجين في سنة 2020. يا مرحبا وسهلا فيك، ومعنا مكالمة أخرى على الخط الثاني. مساء الخير. مساء الخير عبد الرحمن. نعم بالفعل. حياك الله، تسمعنا؟ نعم سمعكم. حياك الله يا عبد الرحمن، أنت كذلك متقدم لوظيفة من هذه الوظائف اللي تم الإعلان عنها مسبقا. نعم بالفعل، خريج هندسة نفط وغاز ومقدم في برنامج الخريجين لدى شركة طوكيو. أزهر، أنت خريج إيش؟ خريج هندسة كيميائية. هندسة كيميائية. نعم. تفضل، نبدأ عندك. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بس نريد ننوه أن نحن هنا لسنا بصدد اتهام أو أي شيء من هذا القبيل، وإنما فقط توضيح التجربة بشكل كامل يعني من البداية. طيب. وماذا حصل في الدفعة العاشرة من البداية. طبعا أول حاجة السنة الماضية شركة أوكيو تفضلت وسوت خطة وجدول زمني لوظائف للخريجين. نعم. للدفعة العاشرة. والجميع استبشر، وطبعا أنا منهم، صراحة فرحت جدا لأن الخطة كانت مجدولة بأوقات وتواريخ معينة، يعني من تاريخ 7 من تاريخ صدور الإعلان إلى تاريخ 2 يكون التوظيف. نعم. اللي هو 2 من هذه السنة. طيب. ولكن بعد هذا بعد صدور الإعلان والتسجيل ما حصل غير ذلك، يعني كانت التجربة عندنا كانت سيئة ولا يوجد وضوح، وشابتها كثير من العشوائية إلى المرحلة الرابعة اللي كانت فيها 4 مراحل. المرحلة الأولى الاختبار الأول، ثم الاختبار الثاني في التخصص، ثم المقابلة الأولى اللي هي كانت أونلاين، ثم المقابلة الأخيرة اللي كانت نفس هي أونلاين. أنت الحين عديت كل هذه المراحل؟ مريت بكل هذه المراحل؟ مريت كل المراحل. طيب، واجتزتها؟ اجتزت كل المراحل إلى المرحلة الأخيرة. طبعا المرحلة الأخيرة هي اللي شابتها العشوائية. نعم. ولا نعرف متى اجتزت يعني المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة أنا تقريبا الشهر الماضي، الشهر نهاية 7. أيوة. وكانت في شهرين 7 و8 المرحلة الأخيرة. بعد ما اجتزت المرحلة الأخيرة، إيش الرد الأخير اللي تلقيته؟ إيش الوعود الأخيرة اللي إلى الآن لم أحصل على رد؟ ما حصلت على أي رد؟ لا، في أشخاص إلى الآن لم يحصلوا أصلا على مقابلة نهائية. نعم. طيب، نحن نوضح فقط للمستمعين والمشاهدين أن تواصلنا مع شركة أوكيو وطلبنا منهم التداخل في هذه الحلقة والتوضيح بالنسبة للمتقدمين لهذه الوظائف، لكن حاليا هم اعتذروا ويقولوا أنه بيكون في توضيح قادم بالنسبة لهم. ناخذ عبد الرحمن. مرحبا عبد الرحمن، كلمنا عن تجربتك، هل مريت بنفس المراحل اللي مر عليها أزهر؟ في البداية حبيت أشكركم وأشكر إذاعة الشباب لاستضافتهم لنا لتوصيل الصوت وتوضيح الموضوع لشركة توصيل. بالفعل مثل ما قال الأخ الأزهر وزميل في مرحلة البحث عن عمل، واجهنا كل هذه المراحل، وكنا أول بوست نزلت الشركة في أداء كثير. تعاملنا الشركة اللي نزلت بوست شركة حكومية تابعة لجهاز الاستثمار ومن أكبر الشركات التابعة لجهاز الاستثمار، ونفس الشيء جهاز الاستثمار العماني هو محل أنظار مولانا حضرة صاحب الجلالة وله دعم خاص من الدولة. فكنا سعداء في التسجيل في البرنامج. فكانت أول مرحلة اللي هي التسجيل بتاريخ 27 تاريخ شهر 7 2020، فسجلنا في المراحل. فكانت الخطة واضحة، وصل لمراحل التقدم من اختبارات ومقابلات بالمواعيد المعينة. بعد فترة فاجأنا بتغير الخطة مرة ثانية، ما ندري إيش هي الأسباب عشان تغير خطة التوظيف. صارت مواعيد ثانية تأخير. نعم. فالكل يعني كان متشجع لأنها شركة، فكملنا في هذه المواعيد لحد ما صارت المرحلة الأخيرة اللي هي المقابلات النهائية. نعم. فكان من بعد كان قبل المقابلة النهائية اللي هي أنت فيو بيهيفير، مقابلة سلوكية. أيوه. من بعد المقابلة حد ما علم عن المقابلة النهائية مرت 3 أشهر، فكنا ننطر بصارة وصبر. نعم. فالكل عمل مقابلات النهائية، فصارت الإشكالية في المقابلات النهائية. في بعض الزملاء عملوا مقابلات، وفي بعضهم لحد يوم ما عملوا مقابلات، وفي بعض الشباب عملوا مقابلات في الأسبوع الماضي يوم الخميس.
فكان يوم الخميس الرد من شركة أوكيو للمقبولين. إذا كان الرد من شركة أوكيو للمقبولين يوم الخميس، فإيش وضع الزملاء اللي هم عملوا مقابلاتهم يوم الخميس؟ من يقيمهم؟ إذا الشركة مستخلة إجراءها؟ إيه، أريد أوضح نقطة. أصلاً أنت كيف ترد على المقبولين وأنت أصلاً ما كملت، ما قابلت الجميع؟ أيوة، هذا النقطة هنا إحنا نعرفها في الوضوح. وفي بعض الزملاء لحد هذا اليوم مقابلاتهم تأجلت 3 أشهر ولحد اليوم ما عملوا مقابلة. هل تلقيتوا أي توضيح من شركة أوكيو من خلال تواصلكم معهم لمعرفة الأسباب؟ لا يوجد توضيح. نسمع حتى لا تتداخل يعني الأصوات بينكم، نسمع أزهر. لا أيوة، لا يوجد أي توضيح، لأن أصلاً لا توجد مرجعية لدى شركة أوكيو. نعم، أنا شدني أمر الآن من الإعلان إلى اليوم كم شهر مر على هذا الموضوع؟ 14 شهر من إعلان توظيف إلى استكمال الإجراءات والمقابلات والاختبارات وغيرها. يعني حتى المدة عليها علامة استفهام، يعني هل معقولة هذه مدة إجراءات كلها 14 شهر؟ هو هذا السؤال، ونفس الشيء للآن لم تنتهي كل يعني القبول، يعني القبولات لم تنتهي، وأيضا المقابلات في أشخاص. يعني تخيل أنك أنت في بيتك وبعد نص ساعة يقول لك يا رجال فلان فلاني في مقابلة بعد نص ساعة حصلت لدى يعني الأشخاص تخصص كهرباء. نعم. وأيضا يعني أشخاص أخذوا أكثر من مقابلة من دون أي توضيح، وأشخاص ما قابلوهم إلى الآن. نعم. فهذا يدلك على أن أصلا البرنامج مكتوب للخريجين من قبل ومطروح وظائف أو تخصصات غير مرغوبة فيها ولا يوجد العدد كم يريدوا، كم يحتاجهم لهذه السنة. يعني عبد الرحمن القلق اللي يساوركم الآن إنه الأشخاص اللي ما ردوا عليهم واللي ما تواصلوا معهم بعد المقابلات قد يكونوا غير مقبولين بعد هذا المشوار الطويل كله من مقابلات ومن اختبارات. بالفعل أخوي عبد الله، حبيت أعدد لك بعض النقاط وأعقب على نقاط أخي الأزهر. من ناحية المقابلات، في بعض الأشخاص لحد اليوم ما عملوا مقابلة، فلما تواصلوا مع الشركة في بعض التخصصات هم، فرد عليهم من الشركة أن تخصصكم غير مرغوب فيه في الشركة. إذا كان التخصص غير مرغوب فيه خلال مدة 14 شهر، ليش أنتوا استقبلتوهم من اختبارات ومقابلات؟ وفي بعض التخصصات الثانية نفس الشيء، وصلوا لحد المقابلة النهائية وعملوا المقابلة النهائية. نعم. فإجاهم الرد الأسبوع الماضي نفس الطريقة أن تخصصكم غير مرغوب. نعم. وفي بعض الأشخاص عملوا ما عملوا المقابلة حد اليوم، فلما تواصلوا معهم قالوا تخصصكم غير مرغوب. لكن في الجانب الآخر في نفس التخصص أشخاص عملوا لهم مقابلة نهائية، 3 مقابلات مش مقابلة واحدة. نعم. أزهر، أنا أشوف هنا بعض التعليقات اللي تصلنا الآن على رابط البث المرئي المباشر، يمكن زملائكم يعني يكونوا يقولوا بعض المقابلات نخشى أن تكون كذلك مقابلات شكلية عشان يقولوا والله نحن اجتزنا الإجراءات وفي النهاية ترى أنتم ما مقبولين. هل شعرتوا كذلك أنه في مقابلات ممكن تكون بهذا الطريقة وبهذا الشكل؟ صحيح، هذا واضح جليا عندما كانت المقابلات يعني بدأت من شهر 7 إلى شهر 8. بعض المقابلات كانت لمدة 15 دقيقة وبعضها لمدة تصل إلى 50 دقيقة. يعني ما في شيء واضح، تحس أن المعايير ما واضحة يعني حتى في موضوع المقابلات. أيوة، واللجنة مثل ما يقولوا يعني حظك نصيبك، مرة يطرح لك شخص يعني كما يقولوا شديد في المقابلة، يعطيك أسئلة صعبة، مرة يطرح لك شخص يريد يسألك أسئلة شخصية فقط لمدة 15 دقيقة كأنك مجرد رقم ويخلص المقابلة خلاص. هذا أمر غريب كذلك. محمد الإسماعيلي يعلق يقول يتصلوا فيك فلان أنت سويت مقابلة؟ أيوة صح، بيانات يعني كيف تتصل تسألني إذا كان يوجد تقييم أصلا؟ هذا بعد يعني بروحها، يعني كيف أنت تسألني سويت ولا ما سويت؟ أيوة. طيب. أحد زميلاتنا اتصلوا بها أنت سويتي مقابلة؟ قالوا لا. قالت لهم لا، قالوا لها نزين فكرناش ما تريدي تقابلينا. خلاص أنا على أي أساس وأنتوا أصلا ما تعرفون أننا كم سويت المقابلة أو لا؟ يعني يدلك إلى في الأمر شيء ما، يعني المقابلة لأجل المقابلة فقط وليست لأجل يعني نحن نقابلك علشان نحتاجك. نعم، نحن نقابلك على أساس نكون جزء من الشركة. هي المقابلة، أنا ما أعرف يعني عبد الرحمن أتوقع اللي قال إنه في مقابلة سلوكية ولا إيش؟ وفي مقابلة أخرى شخصية ولا إيه؟ وضح لنا إيش الفرق بين المقابلة الأولى والثانية.
مقابلة سلوكية اللي هي انتر بيهيفير اللي هي مقابلة بس في أسئلة شخصية مجرد أنت ما يعني ما في أشخاص يقابلوك, هي رابط رسولك هي مجرد ستة أسئلة فأنت تجاوب الأسئلة يعني مثل أفكار أو مواقف واجهتها ويكون التسجيل المحفوظ ويرتسل للشركة فهم يقيموا الأداء عشان يشوفون شخصيتك أو لغتك أو كيف أنت بتواجه المشاكل. فهذه كانت من ضمن النقاط يعني المراحل اللي واجهناها عشان أنهم يقللوا العدد فيها. نعم. هم يشوفوا شخصية الشخص اللي هم بيوظفونه وطريقة كلامه وأسلوبه في اللغة, بعدين بدي اللي هي الانتر في التكنيكال اللي هي المقابلة الفنية تكون وجها لوجه مع اللي قابلوك الأشخاص ثلاثة أو أربعة من الشركة. نعم. وحبيت أعقب على الأخ أظهر في بعض المقابلات اللي هم رسلوا لهم أو رسلوا لهم أنت سويت مقابلة. في بعض الشباب عمل مقابلة في البوزيشن الميكانيكال فعمل المقابلة وجاء إيميل ثاني عشان يعمل مقابلة في البوزيشن اللي هو البتروليوم فرجع اتصل فيهم قال وصلنا الحين رابط مقابلة ثانية في البوزيشن ثانية أنا عملت مقابلة في البوزيشن ثانية فرد عليه إذا أنت عملت مقابلة في البوزيشن ثانية خلاص ما يحتاج تعمل مقابلة فإذا هم بالأساس يعرفوا أن الشخص عمل مقابلة ليش يرسلوا له إيميل ثاني. نعم. فمعناته هناك التقييم ما موجود أبدا. وأحب أعقب على نقطة ثانية لتخصص الـ IT في بعض الزميلات خبرتنا هم سووا لهم في شهر 8 ووركشوب عشان برنامج صار برنامج صار كل الشركات تستخدمه لتخصص الاي تي فاعطوهم في الوركشوب مدة ساعة ان الحين بنسوي لكم احنا اختبار لبرنامج صار ومقابلة اللي بينجح في الاختبار بياخذ الكورس في برنامج ساب 3 أشهر بعدها اذا نجح في الاختبار بنوزعكم على الاقسام في الشركة واثنين منكم بيشتغل في برنامج صار. نعم. وهم الحين اول اسبوع الحين في الكورس يعني أخذوا منه 3 أيام صارت الردود من الشركة للمقبولين فهم ينصدموا أنه صار رد مقبول في تخصص الـ IT اللي هم ما اجتازوا برنامج ساب فلما رجع يتصلوا للشركة قالوا له خلاص أنت اللي عندك برنامج ساب إحنا ما بناخذكم هم عطوهم وعود أنت تنجح في المقابلة وبرنامج ساب بناخذكم الكل اجتهد عمل اختبار برنامج ساب وعمل مقابلة برنامج ساب كان هم مجموعة فنجحوا منهم مجموعة يعني الأشخاص اللي نجحوا منهم هم ذات الكفاءة العالية. نعم. في النهاية ينصدموا أن الشركة ما بتأخذكم فكيف تريد البحث من عن عمل أنه ما ينحبط وتنقص معنوياته فإذا كان هذه الإجراءات تحدث من شركة كبيرة فما باقي الشركات تكون ومدة الإجراء 14 شهر 14 شهر مرحلة ما بسيطة. نعم. من ضغوطات نفسية. نعم. وكل حاجة وفي فترة صحيح. المقابلات بعد أنهم يتصلوا في شخص مقابلتك بعد نص ساعة بعد يوم في أشخاص كنسلوا رحلاتهم كنسلوا أشياء عشان هذا في النهاية هم ينتظروا المقابلة قبل المقابلة 5 دقائق يتصلوا فيه تأجلت المقابلة اللجنة ما مستعدة كيف. نعم. اللجنة ما مستعدة وانت أعطيت موعد من قبل لهذا الشيء وهم اللي كنسل طيارته اللي راح عن أشغاله واللي يطلع من بلده إذا كان في منطقة في مناطق داخلية انترنت ضعيف عشان المقابلة يطلع. نعم. لحد مسقط عشان يعمل مقابلة في النهاية قلنا أنت مقابلتك كنسلت تأجلها لوقت آخر. نعم. أزهر هل في يعني الآن أشوف أنا بعض التعليقات أحاول أني أشرك زملائكم يعني معكم في الحوار هل. نعم. لقيتوا بعض الردود أو وصلتكم بعض المعلومات أن صارت عملية توظيف داخلي مثلا أو توظيف من دفعات سابقة أو غيرها من هذه الإجراءات اللي يمكن تحد من توظيف المتنافسين على هذه الوظائف؟ أيوة هذا اللي صار فعلا في أحد الزميلات اتصلت وقالت هل أنتوا خلاص وقفتوا القبول؟ قالوا أيوة سمحوا لنا حرفيا الشخص قال سمحوا لنا صار توظيف داخلي يعني أنت تتخيل هذا الوضع أنك أنت لمدة 14 شهر تنتظر ضياع عمر وضياع جهد إذا لو أنا أعرف من البداية أنه بيصير توظيف داخلي لما صار إعادة الهيكل لشركة أوكيو وأنت ما تحتاجنا خلاص بند قفل اللي هو هذا البرنامج كامل. اي نعم في البدايه صحيح لانك انت ما تريدنا اصلا ليش نحن بعدين في نقطه تراها تاثر حتى على موضوع التنافسيه يعني الان اشوف كثير من الرسائل كذلك في شخص يمكن متصلين قبل يوم عندك مقابله في شخص متصلين قبل اسبوع عندك مقابله يعني في شخص قبل نص ساعه او قبل يمكن ساعات يقول له والله عندك مقابله طيب فتره الاستعداد والتحضير الذهني والنفسي لهذه المقابلات معناته سيكون متفاوت من متنافس إلى آخر على هذه. صحيح. الوظيفة يعني أنا ما كنت ملم كثير في الموضوع لكن من خلال حديثكم الآن ومن خلال التعليقات اللي أشوفها في علامة استفهام وتعجب غريبة حقيقة ويسمحون الأخوة في أوكيو بما أنهم
ما وافقوا يكونوا موجودين معنا في هذه الحلقة، أن نحن نثير هذه التساؤلات، وإذا كان هم يسمعون وحابين أنهم يجيبوا عليها مباشرة راح ندخلكم على الهواء وتتحدثوا عن هذا الجانب. لما نتحدث عن إجراءات التوظيف دائما نأخذ مثل هذه الشركات كنموذج، سواء في الشفافية، سواء في رصانة الإجراءات التي تتخذ أثناء التوظيف، وكذلك حرصهم الكبير على أعلى معايير الشفافية والجودة فيها. لكن ما يحدث الآن من بعد مرور 14 شهر من إعلان التوظيف إلى الآن حقا يعني يحتاج إلى وقفة وتوضيح، يعني توضيح كبير. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث خلف الكواليس في إجراءات التوظيف هذه؟ الآن خلينا نسمع يعني عبد الرحمن ومنك أزهر كذلك، من وجهة نظركم إيش الحل اللي المفروض يصير بشكل سريع حتى لا تتفاقم هذه المشكلة وندخل يعني في متاهات قد يعني يذهب ضحيتها بعض المستحقين لهذه الوظيفة؟ بس أنا أريد أنوه على نقطة اللي ذكرت الحين أنت صحيح، وهو أصلا هو المسألة هي مع شركة تكاتف. فشركة تكاتف ما عندها أعتقد كول سنتر أو مرجعية معينة من خلالها يتواصل الطلاب علشان يعرف وضعه، وين هو واصل، هل مقبول، هل هو غير مقبول. لأن اللي صار في كان إجابات مختلفة من قبل الموظفين في الاتش ار، قسم الاتش ار في شركة تكاتف أو شركة أوكي بشكل عام، أنا ما أعرف صراحة، بس اللي أعرف أن البرنامج هي المسؤول عنه. وما وصلتنا أي توضيحات من شركة تكاتف ولا شركة أوكيو بالذات. يعني وصلونا آخر البوست، آخر بوست وصلوه الأسبوع الماضي كان مبهم، أن خلال هذا الأسبوع راح نرد للمقبولين، والأسبوع الأسابيع القادمة راح نرد للمرفوضين. هو أصلا ما في يعني كانت عشوائية أصلا، في ناس ما مخلصين وفي ناس ما يعرفوا إيش وضعهم لأن في أكثر من مقابلة صارت، وفي ناس ما قابلوهم أبدا. يعني طبعا أوكيو الآن تحت مظلة جهاز الاستثمار العماني، إذا كانت أوكيو ما قادرة توضح نتمنى كذلك أن جهاز الاستثمار يكون له دور في حث الشركة على يعني التوضيح. ويعني حتى هذه مسألة أنه والله اللي مقبولين برد عليهم هذا الأسبوع، اللي ما مقبولين برد عليهم ذاك الأسبوع. يا أخي ترى التوتر نفسي هذا الآن ينتظر من يعني كم شهر، وهذه الإجراءات من مقابلة إلى مقابلة ومن اختبار إلى اختبار. طيب أخذ الكلمة الأخيرة كذلك من أزهر، ولا عبد الرحمن كان عندي، سمحوا لي أخلط بينكم، تفضلوا. ما مشكلة، أنا أزهر، أنا فضل. ممكن أقول فضل. كلمة بسيطة وعبد الرحمن يتفضل. بس أنا أقول إن بما أنكم أنتوا وعدتوهم بمقاعد ليش اللي صار هو يعني توظيف داخلي، مفروض تعوضوهم، يعطوهم فرص، لأن الشخص اجتهد ضاع عمره وجهده. وفي أشخاص أنا أعرفهم شخصيا كان عندهم مقابلات واجتازوها في شركات أخرى، لكن ردوا هذه الشركة لأجل أنهم يدخلوا في شركة أوكيو، ولكن هذا اللي حصل. فأنت المفروض تعوض يعني بمقابلة أخرى أو فرصة أخرى. الدفع العاشر بالذات، ما أتكلم عن الدفعات السابقة أو الموظفين اللي أوريدي هم موجودين في أوكيو، لا، أنا أتكلم عن الأشخاص اللي اجتازوا الدفعة العاشرة للمرحلة الأخيرة. تعطوهم فرصة أخرى، لأن من حقهم، من حقهم القبول بما أنهم اجتازوا إلى المرحلة الأخيرة. أنت ما تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا إذا اجتزتها، أكيد. وحن الآن نتحدث عن الأشخاص اللي اجتازوا هذه المراحل، يعني اجتازوا الاختبار والاختبار الثاني. طيب نسمع من عبد الله. حبيت أنوه على أكثر من نقطة إذا تعطيني المجال أكثر. تفضل. في البداية أنت لو طرحت موضوع التوتر النفسي، إحنا التوتر النفسي عشناه خلال 14 شهر، يعني كان من مرحلة لمرحلة يستهلك الرد 3 أشهر. أنت تظل في 3 أشهر في توتر، هل أنت اجتزت المرحلة أو لا؟ فتوصل بعد 14 شهر في بعض التخصصات، أنا ما بتكلم عن التخصص لأنه ما حصلت لا رفض ولا قبول لحد الحين ولا أي شيء، في بعض التخصصات تتوصل أن تخصصك غير مرغوب فيه. إذا شركة بحجم أوكي وتحت مظلة جهاز الاستثمار العماني، وهي الحين ما بتطلع أنها تعقب على الكلام، إحنا نطلب منها الكلام فلحد الحين ما تعقب، نريد نوصل صوتنا عن طريقكم إلى جهاز الاستثمار العماني يتدخل في الموضوع، يشوف هذا الموضوع من هذا النقط اللي احنا طرحناها الحين. وحبيت أنوه على نقطة ثانية الحين،
جهاز الاستثمار العماني أنزل في آخر بوست أنه سوف يوفر 4800 وظيفة. إذا كان هم بيوفر هذا، إحنا الـ 14 شهر اكتزناها نعتبر من الكفاءات الممتازة لحد وصلنا هذه المقابلة النهائية واكتزنا المقابلة النهائية. في بعض الزملاء عمل 4 مقابلات نهائية، يعني مقابلات تكنيكال بحث بمعنى الكلمة، مقابلات قوية، وأثبتوا جدارتهم في هذا الشيء. ليش الجهاز الحين ما يأخذهم من خلال فرص العمل اللي هم نزلوها؟ جهاز الاستثمار يعول عليه الكثير في توفير فرص العمل، وهو يعني أحد أذرع الحكومة في البرنامج التشغيل، وشركة أوكي من أكبر الشركات تابعة لجهاز الاستثمار العماني. فهم آخر بوست نزلوا لنا أن احنا وظفنا 170 شخص. إذا شركة بهذا الحجم وظفت 170 شخص في السنوات الماضية، هم نزلوا أنهم وظفوا 555 شخص. الحين بعد دمج 9 شركات تحت ظلة أوكي يوفروا وظائف ل 170، وريد الشفافيه، هل هم صحيح وفروا ل 170 شخص؟ لانك اغلب المتقدمين للمقابله النهائيه ما اجاهم الرد ابدا. وصار يعني عندهم توظيف ثلاث او خمس اشخاص من كل تخصص اللي نعرفهم فقط. واذا كان واذا كان 170 هم رد عليهم وقال ان في صار توظيف داخلي، ايش ذنب اللي هم الفريش جرادويت اللي هم الخريجين في التوظيف الداخلي؟ إذا إحنا الحين نعالج مشكلة الباحث عن عمل هكذا، المشكلة بتكبر أكثر، لأن هم التوظيف الداخلي اللي صار عندهم ليس الباحث عن عمل اللي هو مسرح من شركة ثانية أو من مكان ثاني. فهنا أعداد الباحثين عن عمل تزيد كل سنة، تزيد أو مو كل سنة، كل فصل التخرج من الكليات والجامعات كل فصل، فإحنا يزيد عدد الخريجين كذا ما قادرين أن إحنا نحتويهم. نفس الشيء يعني إذا هي شركة بهذا الحجم فكيف تكون الشركات الثانية؟ فريت التدخل من جهاز الاستثمار العماني لهذا الموضوع، لأن مرحلة التوظيف أصعب المراحل وتستهلك 14 شهر، صار صعب جدا. نعم، أنا أقول يعني هذه وجهة نظركم الآن أو الحقائق اللي أنتم تذكروها من تجربة، ولا زلنا نريد نسمع من شركة أوكيو، لأنه حقيقة شركة بحجم أوكيو أنا أحس أنه من غير اللائق أن احنا نستجدي جهاز الاستثمار أو جهة أخرى حتى توضح بالنيابة عنكم. يعني أنتوا شركة أكيد يعني نحن نعرف هي بحجم ماذا يعني هذه الشركة، لكن من البداية ترى فكرة وجود إعلان توظيف يستمر لمدة 14 شهر في إجراءاته، هذه بروحها علامة استفهام. أنتوا حتى اللي تبغوهم بيوصلوكم، وممكن هم فيهم يعني الضغط من 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 الانتظار وفلت الأعصاب وغيره. يعني هذه المدة الطويلة بروحها، يعني حتى الواحد إذا يبي يسجل في وظيفة ثانية يظل محتار بعد تو أنا أفوت هذه الوظيفة على نفسي أروح أسجل وظيفة ثانية ولا إيش أسوي بالتحديد؟ فالآن أنتوا قلتوا التفاصيل اللي عندكم، وأنا أعتقد أنه الكرة الآن في ملعب شركة أوكيو. للتوضيح أكيد عندكم مبرراتكم، عندكم أسبابكم، يمكن بعضها تريد تقولوها وبعضها مترددين أنكم تقولوها، لكن النتيجة واحدة وهو التوضيح الحتمي لكل هذه التفاصيل. ويعني الآن المتقدمين لهذه الوظيفة صار لهم كم يوم يعني من بداية إجازة نهاية الأسبوع ونحن نسمع نداءاتهم، يعني خلاص يعني ردوا عليهم، ترى يعني وضحوا انه هذه هي ظروفنا او هذه هي الاسباب او هذه هي او هذا هو خطأنا. الاعتراف هو بالخطأ، يعني هذا معيب ما معيب، هذا خطأنا ونحن بنصلحه وخلاص، وبيكون يعني الامر واضح. تو احنا هذه كلها اجتهادات، انا اتحدث عن نفسي باجتهاد فقط يعني من خلال المعطيات اللي اسمعها منكم. انتم تتحدثوا من وجهة نظركم كمتقدمين للوظيفة، طيب ايش هي الظروف، ايش هي التحديات، ايش هي الاسباب؟ ما حد يعرفها غير شركة أوكي، ونتمنى ان شاء الله توضيحهم، واتمنى اني اعطيتكم المساحة الكافية لتوضيح وجهة نظركم. تفضل. هل ممكن بس في دقيقة؟ تفضل. في طلاب عمرهم الآن 29، البرنامج محدد 29، السنة القادمة راح يقدروا يعني يسجلوا. هذه النقطة. النقطة الثانية، وهذا طبعا مشكلة، النقطة الثانية الوضوح والشفافية أولا وآخرا، هذا ما نريد، ونريد فرصة للآخرين يعني اللي ما يعني اللي ما جاهم رد الحين، يعني نريد فرصة أخرى. طيب كلمة أخيرة أستاذ عبد الله، شكرا لاستضافتكم لنا، واحنا نطلب الحين منكم ان توجهوا لشركة أوكيو تعطينا الشفافية في برنامج الخريجين بالكامل، وفي الجانب الآخر نطلب منهم زيادة عدد المقبولين. إذا شركة بهذا الحجم تاخذ 170، فمن سوف ياخذ باحثين عن عمل؟
والباحثين عن عمل ذات كفاءة عالية، في من خريجين أمريكا وخريجين بريطانيا، في من خريجين أمريكا من سنة 2017 ما في شركة ما اشتغلوا فيها لحد اليوم تقول لي شركة توكي أنت ما عندك الكفاءة العالية. إذا الحكومة خسرت مبالغ هائلة في دراستهم في الخارج يرجع هنا يقول لسه ذات كفاءة عالية، فهنا مشكلة موجودة فلازم تنحل فورا. نحن نحيل هذه المكالمة بكل تفاصيلها للأخوة في شركة أوكيو، إلى الأخوة في جهاز الاستثمار العماني، ونتطلع إلى الاستماع منهم وتوضيحهم لكل ما دار في هذا الحوار. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، يعطيكم العافية.